يمكن أن تقول عن مسلم برنامجه اليومي أن يستيقظ بعد صلاة الفجر وضياع وقتها، والمدة ساعة فقط، فينام عن الفجر حينما يناديه الله ويقوله الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يلبي نداء الله ويتصامم ويبقى نائم، وتجد الشوارع فارغة وتجد البيوت أنوارها مطفاة بعد ساعة فقط وطلوع الشمس، ينادي منادي الوظيفة، منادي القرش، منادي الراتب، ينادي فيهب جميعا كبارا وصغارا ورجالا ونساء، وإذا بالأصوات في كل البيوت والأضواء مشتعلة والشوارع ملأة تغص بالرواد والناس يلبون نداء الراتب ونداء القرش، ومنذ قليل وقبل ساعة لا تجد أحدا يلبي نداء الله. فإذا ما خرج يعمل سحابة نهاره سحابة نهاره، فإذا جاء عند المساء وأثناء عمله يجامل على حساب دينه، يترك على حساب عقيدته، يذل من أجل قرشه، ينبطح أمام كل فاسق رويبضة من أجل أن لا ينتقص من مأكله شيء، ولتضع ثوابته، وليشتم الله أمامه وهو ساكت، وليسب دينه وهو صامت، وليسمع الموسيقى والمجون وهو مطأطع ساكت صامت، لا دور له إلا أن يمضي الساعات من أجل أن يأتي نهاية الشهر فيأخذ راتبه من أجل لقيمات البطن التي نهايتها حجرة المرحاض. أما دينه، أما عقيدته، أما نبيه، أما ربه، أما قضيته، فلا دخل له بها. فإذا جاء عند الظهيرة أكل طعامه وعاد إلى عمل إضافي أو استلقى يأخذ راحة، راحة لا أدري مما ولا أدري من أجل ماذا ولماذا. فإذا جن عليه المساء عاشها ساعات حمراء ما بين أفلام ومجون إعلام، وما بين دش يقلب موجاته أو تلفاز يقلب قنواته، أو سهرة على سكر وخدر وعهر وقيل وقال وغيبة ونميمة وعبث وورق وطاولة وما شابه. فإذا اقترب عليه موعد الفجر وضع رأسه ونام لكي يعيد دورته من جديد. فإذا جاءته أيامه إجازة أو أيامه عطلة، بماذا ملأها؟ بالذهاب إلى المنتزهات أو إلى شطآن البحار حيث العري والمجون، مصطحبا أهله ومصطحبا أعراضه، تنظر وتنظر بلا حياء وبلا عفة وبلا رجولة وبلا إيمان وبلا نخوة. ماذا تقولون عن برنامج لمسلم؟ هذا هو. ولله عليك اصدق نفسك قبل غيرك لكي ترى أن الغالبية العظمى من أمتنا هذا ديدنها وحالها، استقلتم إلى الأرض. أو هذا برنامج المسلم؟ المسلم الذي يصفه الروم قبل لقائدهم يقولون راقبناهم فوجدنا أقواما فرسان في النهار رهبان في الليل، وجدنا أقواما يجير أدناهم على أعلاهم، الإيثار فيما بينهم سجية، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يتكلمون في أمر دنياهم فيما أباح الله. فإذا أرادهم أحد على أمر دينهم دارت حماليق أعينهم من الغضب، دارت حماليق أعينهم من الغضب. كيف توازن بين هذا وهذا؟